أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. خذنا لكم اليوم السيد محمد صادق صاحب شركة أرت مارك. رحب فيك بداية أستاذ محمد. أهلا فيكم يا مرحبا. أهلا وسهلا فيك، نورت برنامج رواد الأعمال. حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين أكثر عن شخصك الكريم. طبعا أعرفكم عن نفسي، محمد يوسف صادق، مالك شركة أرت مارك للأعمال الزجاج والألمنيوم. طبعا شركة أرت مارك تقدم جميع أعمال الزجاج والألمنيوم. ممتاز، خبرنا أكثر عن الخدمات والمنتجات أيضا اللي بتقدموها في للعملاء. نحن اليوم نختص في أعمال الواجهات للمباني وصيانتها، طبعا يعني سواء كان تركيب جديد أو صيانة من أعمال الألمنيوم والزجاج، ومظلات للسيارات. طبعا في عندنا مظلات، في مطابخ، جميع اعمال كل ما يخص الالمنيوم والزجاج نحن نوفره ونقدمه للزبون. ممتاز. في ظل المنافسه الموجوده هنا في سوق دوله الامارات في جميع مجالات العمل، لازم يكون عندك شيء من التميز. شو اللي بيميزكم اليوم في ارت مارك عن باقي المنافسين؟ طبعا شركه ارت مارك باداره اماراتيه وخبره يعني في السوق الاماراتي، نقول يعني اللي نتميز فيه الخبره ووصولنا للشعب الموجود في يعني على دولة الإمارات. طبعا نحن قريبين من الشعب وعارفين الناس وشو الأشياء اللي يبغونها هم يعني، وشو الأشياء اللي ممكن نوفرها لهم بسهولة، بما أن نحن يعني فاهمين السوق الإماراتي أكثر. يعني احتياجات السوق بالضبط. بالمختصر حابين أيضا نتعرف عن الرؤية والخطة اللي راسمينها إن شاء الله في السنين الجاية. رؤية الشركة نفس ما تقول، نحن رؤيتنا أن نستمر في تطوير صناعة الألمنيوم والزجاج في دولة الإمارات، حيث تكون الشركة توصل في مرحلة لبراند عالمي ومحلي معترف فيه على جميع أنحاء العالم. طبعا نتمنى لكم دائما النجاح والتوفيق، وإن شاء الله عالميا مثل ما حضرتك تفضل. دولة الإمارات دولة الأمن والأمان، كيف ممكن الأمن والأمان يساعد اليوم على استقطاب المستثمرين من خارج الدولة على حتى استقرار السوق اللي موجودين احنا فيه؟ طبعا يعني انت قلت الإمارات دولة الأمن والأمان، وهذا الشيء معروف لدى جميع يعني سكان الإمارات، حتى اللي خارج الإمارات إذا حبوا يتكلمون عن الإمارات يتكلمون عن الأمن والأمان فيها بداية. طبعا كما حصدت دولة الإمارات على عديد من الجوائز، يعني الدولة اللي هي أأمن ليلا لمشي السكان والعديد من الجوائز يعني كثيرة. طبعا الحديث عن الأمن والأمان في الإمارات يعني ممكن نحن ما نوفي حقه، والحمد لله نحن يعني كمواطنين أو كمقيمين على دولة الإمارات، يعني أنا كمستثمر بعض الأحيان تصير لي مواقف ممكن أنسى المصنع مفتوح أرجع ألاقي نفس ما هو. أكيد ممكن طبعاً. أنسى سيارتي وفيها مبالغ وفيها أرجع ألاقي سيارة نفس ما هي. صحيح. فهذا الشيء يعني أنا كمستثمر يهمني وايد أني أنا أقدر أحافظ على أموالي وعلى نفسي في دولة أنا أستثمر فيها. طبعا إذا كانت بلادي يعني طبعا شيء يختلف. أكيد طبعا حابين نوجه رسالة شكر أيضا لجميع شوف حكام قادة دولة الإمارات من برنامج رواد الأعمال ومن طاقم القناة وأيضا من أرت مارك. أمانة نحن على كثر ما نشكر شيوخنا، ما راح نوفيهم حقهم على اللي وفروه سواء للمواطن العادي أو للمستثمر، سواء من مواطن أو مقيم أو المستثمر الخارجي. والتوجيهات واضحة لجميع الجهات الحكومية للمستثمرين بإزالة العوائق للمستثمرين، كيف ما كانت العوائق هذه تزال. وأنا عن نفسي أشكر شيوخنا وآبائنا وأولياء أمورنا، فإنهم وصلوا سقف طموحاتنا للفضاء، فدولة الإمارات صارت دولة الفضاء ورفعوا من طموحاتنا اللي كنا نعجز أو نشوف أنها مثلا صعبة أو مستحيلة، صارت اليوم بالنسبة لنا سهلة كثير. ويعني كلمة الشكر في حقهم قليل. طبعا خبرنا أكثر، وين إحنا اليوم موجودين في إمارة دبي وكيفية التواصل مع أرت مارك؟ نحن كشركة أرت مارك موجودين في إمارة دبي في منطقة الخوانيج الصناعية اللي هي تسمى الطي، ويمكن الوصول لأرقام التواصل، وعندنا الحساب الانستغرام موجود، وعندنا بعد الويب سايت. طبعا أعزائي المشاهدين جميع أرقام التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي سوف تظهر أسفل الشاشة. حابين أيضا نتشكرك اليوم على ظهورك معنا أستاذ محمد. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.